لو احنا شفنا بقى الاكل هو داخل من الاستومه للاسوفجس، لو تخيلنا كده مثلا ان ده الاسوفجس اهو مثلا، تمام، الاسوفجس هيبدا الاكل يخش من هنا ويروح فين؟ للاستومه. هيلاقي بوابه كده، البوابه اللي هي الحته دي اللي هو مشاور عليها، الحته دي كده اللي هي الكارديا. كلمه كارديا او اللي هو الكارديك سفنكتر، سفنكتر يعني صمام، كارديك سفنكتر اللي هو الصمام او فتحة الفؤاد بالعربي يعني، دوت اللي بيتحكم في دخول الاكل من الاسوفيجس لحد الاستوم. بعدين الاكل هيروح من الاستوم يروح بقى فين؟ للانتستين اللي هي الامعاء. هيتحكم في ده، شايفين؟ انا عايزاك تركز قوي في السمك. شايف السمك ده؟ السمك كبير جدا بالنسبة يعني مقارنة بالكارديا. انت لو شفت البايلوريس دوت في الحقيقي ناشف جدا جدا جدا. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ليه خلق لنا السفنكتر دوت قوي جدا كده؟ علشان يقفل جامد قوي، هو بالعربي اسمه فتحة البواب، عشان يقفل جامد قوي فين؟ على الاستومة، علشان يمنع، عشان حاجتين، عشان اولا يمنع الاكل ان هو يطلع من الاستومة لحد الانتست. طب ودوت انا محتاجة ده ليه؟ يعني محتاجة الاكل يقعد في الاستومة ليه؟ اول سبب علشان الاكل ياخد راحته، يعني يقعد في الاستومه ويبدا الاستومه تقوم بالفانكشن بتاعتها. بقى هنشوف دلوقتي وهي بتفرز الـ الجوز بتاعها، تمام. تاني حاجه والاهم ان الاكل ما يتنقلش من الاستومه للانتستين بسرعه، لانه لو اتنقل ببساطه من الاستومه للانتستين بسرعه هيتهضم بسرعه وهيمتص بسرعه، وانت هتحس ان انت جعان بسرعه برضه. لكن ده مش اللي بيحصل، هوريك بالفيديو دلوقتي ان اللي بيحصل ان ده مقفول، ما بيتفتحش غير لما يجيله اشاره من يجيله اشاره من الاستوما سوري من الانتستين او من الامعاء، يروح للاستوما يقول لها افتحي البايلوريس ده وده طلعي لي حبه اكل، تمام. طيب خلونا كده نشوف الفيديو ده. بص كده الاكل اهو كده في الاستومه، تمام. هيبدا بقى ايه يحصل؟ ايه الاستومه دي بتطلع لي جاستريك جوس اللي هو مين لي الاتش سي ال اللي هو الاصفر اللي طالع ده، تمام. هيبدا يكسر لي، هيبقى فيه انزيم اسمه سانوجين يتحول لبيبسين، هوريه لك دلوقتي. يهمني قوي الحته دي، شايفين السمك قد ايه؟ ده هو بيقول لك الميوكس ميمبرين، ده غشاء مخاطي متبطنه بيه. شايفين السمك قد ايه بتاع الاستوما اللي متغطي بيه الغشاء دوت؟ ده علشان يحمي المعدة. طب هو هيحميها من ايه؟ دلوقتي هو فيه انزيمات، الانزيم اللي هيطلع في المعدة هو انزيم بيكسر البروتين، تمام. هيكسر البروتين، فمعنى كده الاستوما دي عبارة عن ايه؟ لحمة عبارة عن بروتين. طب ليه مش بتهدم نفسها بالانزيم؟ مش بتهدم نفسها اولا عشان السمك الكبير قوي دوت اللي حامي الجدار مش بيخلي فيه اختلاط ما بين العصارة المعدية دي اللي هي الجاستريك جوز بالجدار، فمش بيأثر على الجدار. تاني حاجة ان الانزيمات في الاول ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش اكتف، ما بتبقاش نشطة، وبعدين بتبقى اكتف بالاتش سي ال. بص كده هنا بيوريك الاتش سي ال اهو، ده الاكل، شايفين الازرق ده البكتيريا. بص كسر لك البكتيريا ازاي، ده حمالك الايه؟ حماك من البكتيريا اللي كانت داخله مع الاكل، تمام. هنشوف دلوقتي بيبدا ادي الاكل هنا فيه بروتين، يجي هنا حاجه اسمها بيبسينوجين، خلاص ده بروتين اهو، يجي حاجه اسمها بيبسينوجين ده انزيم هيتحول لبيبسين وبعدين هيكسر لي البروتين، تمام. هشرحها لك دلوقتي بالتفصيل. بص بقى الحركه بتحصل ايه، ركزي بقى هنا قوي. بص كده يعني ركز لي في دي، شايفين؟ شايف لي الحته دي كده، ركز عليها، تمام. طيب تعالى كده نشوف. بص هل البايلوريس ده فتح؟ لا، المعده عماله تخلط لكن ما فتحش، مش هيفتح، اتفقنا مش هيفتح غير لما يجي اشاره من الانتستين يقول لها انا خلصت الاكل اللي انت بعتولي من شويه وهضمته، ابعتي لي حبه من الاكل، تمام. بص اهو حبه من الاكل بس هي اللي نزل، والبايلوريس ده في ساعتها قفل. طيب احنا شفنا الجاستريك جوس جوه اللي هي العصاره المعديه جوه الاستوم. تعالى اقول لك كده الكومبوننت او المكونات بتاعتها. اول حاجه هي الووتر، ووتر 90% تقريبا،
HCL، وده مهم قوي ال HCL دوت، وهقول لك ليه كمان شويه. كمان هيتفرز بيبسين. هو في الحقيقه في الاول بيبقى اسمه بيبسينوجين، ودوت اللي هو الان اكتف فورم، او اللي هو ال الفورم مش اكتف، اللي هي مش نشطه يعني. تمام. البيبسين هنا البيبسين بيتحول، او البيبسينوجين بيتحول لبيبسين بال HCL، ودوت بيقدر ان هو يكسر لي الايه، يكسر البروتين ويحوله الى ايه، الى بوليبيبتيدايت، هنشوف دلوقتي. طيب تعالى اوريك كده في السلايد دي، تعالى اقول لك ايه هي وظيفه ال HCL. في الاول ال HCL ده بيعمل اسيدك ميديا. يعني ايه اسيدك ميديا؟ يعني وسط حمضي في الاستومه، بيخلي الاستومه البي اتش بتاعها 1.5 to 2.5، وده اسيدك ميديا، يعني من 1.5 ل 2.5 بي اتش. طب حد فاكر رقم من البي اتش اللي احنا قلناه كان في الماوس قد ايه؟ كان 7.4، كان ده الكالين. طيب ايه الانزيم اللي كان بيشتغل في البي اتش ده؟ ده كان الاميليز، او سميته التايلين، اللي كان بيهدم لي الستاش، صح، او بيكسر لي الستاش. لما هينزل بقى يروح في الميديا اللي هي 1.5 ل 2.5 اللي هي الاسيدك، خلاص هوقف الاكشن بتاعها خلاص. طيب تالت حاجه هيبدا بقى ان هو ال HCL دوت هيبدا ان هو يحول لي البيبسينوجين لبيبسين. طب ايه وظيفه البيبسين؟ ان انت لو واكل حاجه فيها بروتين مع حبه الميه اللي موجودين في الاستوما، يجي ال HCL يحول لي البيبسينوجين لبيبسين، يجي البيبسين يكسر لي البروتين ده البوليبيبتيدايت. يعني ايه؟ تعالى اوريك الدايجرام ده كده. الدايجرام دوت بيقول ان البروتين بيكون من كور صغيره دي اللي هي الامينو اسيد. كور صغيره دي مربوطه بخيط كده اللي هي الروابط، تمام، اللي هي الروابط البيبتيديه. تمام. يبدا بقى البيبسين ده يكسر لي كل 5 حلقات مع بعض، دي سميتها بيبتيدايت. تمام. كل مجموعه امينو اسيد كتيره كده، تشين من الامينو اسيد كلها جنب بعض، سميتها بيبتيدايت. بيبتيدايت وبيبتيدايت وبيبتيدايت، مجموعه كبيره سميتها بولي بيبتيدايت. وكلمه بولي يعني ميني او عديد، يعني بولي بيبتيدايت عديد البيبتيدايت. تمام. بعد كده الدايجرام عشان اكمله لك، يعني البيبتيدايت دوت هيتقسم لكرات، اللي هي الكرات الصغيره اللي هي بتمثل الامينو اسيد، تحول لامينو اسيد بعدين بس مش في الاستومك. كمان احنا شفنا في الفيديو ال HCL بيبدا ان هو يعمل كيلنج للبكتيريا، وشفنا ازاي، ودوت عشان كده سميته انتي بكتيريا. هي اساسا الاسيدك ميديا دي دوت للبكتيريا على طول بتقتل البكتيريا. معلومه كده هقولها لك، ان هو بيعمل حاجه يمكن مش مكتوبه عندك بس انا هقولها لك. هي بيعمل حاجه اسمها فاسيليتيت ذا ابزوربشن اوف كالسيوم. الابزوربشن هنشوف اخر الفيديو، الابزوربشن اللي هو الامتصاص. معلومه ان خلي اعرفها بس دلوقتي، ان ال HCL بيبدا ان هو او بيساعد في الابزوربشن، الامتصاص بتاع الكالسيوم.